إذن مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل، وانفجار أو سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان. هذه صور إذن للموقع الذي سمع فيه دوي الانفجار في العاصمة التركية أنقرة، ولم تتضح أسبابه حتى الساعة. هذه المنطقة في العاصمة التركية أنقرة وهي قريبة من مقر البرلمان. إذا نسمع في الخلفية أيضا سفارات سيارات الإسعاف على ما يبدو هرعت للمنطقة. إذا مشاهدينا دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة، تلك المنطقة حيث هذه الصور هي بالقرب من مقر البرلمان. نسمع بوضوح صفارات سيارات الإسعاف ووجود لسيارات الشرطة أيضا في المنطقة حيث سمع دوي هذا الانفجار. أيضا هذا الانفجار بالقرب من وزارة الداخلية حيث تم إغلاق كل الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، هكذا تقول المعلومات الأولية حول هذا الانفجار الذي سمع دويه في العاصمة التركية أنقرة، بالتحديد بالقرب من مقر البرلمان وأيضا بالقرب من وزارة الداخلية. المعلومات تقول بأن الطرق المحيطة بوزارة الداخلية تم إغلاقها، ونرى في الصور تواجد لسيارات الشرطة وأيضا نسمع صفارات الإسعاف.